هي لإدارة أعمال الدفاع المدني، ممارسة عملية لدوائر إدارة الدفاع المدني في مركز قضاء حديثة، والدوائر الساندة لها في مركز القضاء وتوابع الإدارية ناحيتي حقلانية وبروانة، وذلك استعداد لاستقبال موسم الشتاء وما يصحبه من كوارث طبيعية من فيضانات وسيول قد تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم وأرواحهم. وتهدف هذه الممارسة للوقوف على جاهزية الدوائر الساندة لمديرية الدفاع المدني وأن تكون على أهبة الاستعداد لاستقبال أي طارئ. شارك قطاع الرعاية الصحية الأولية في حديثة الممارسة الدفاع المدني التي أقامتها وحدة الدفاع المدني في حديثة، بالإضافة إلى القائمة المقامية والدوائر الحكومية. تهدف هذه الممارسات إلى توعية المواطن والاستعداد لحصول أي حادث لا سامح الله كالكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى الانفجارات والأمطار الغزيرة والفيضانات. نسأل الله السلامة للجميع والموفقية لهذه الوحدات. اليوم إجراء ممارسات أمنية في الدفاع المدني بمشاركة الدفاع المدني وأيضا القطاع الصحي والمستشفيات والبلدية والكهرباء وكل الدوائر الحكومية المعنية في خدمة المواطنين لإنقاذ الناس في هذه الكوارث الطبيعية التي تحدث كل عام نتيجة وجود فصل الشتاء وسلاسل الأمطار.